دكتور رامي حلو موجود معي اليوم بفقرة سانتي اختصاصي جراحة نسائية وعقم. أهلا وسهلا فيك. Thank you. دايما بنحكي عن مواضيع العقم المتعلقة بالنساء. مزبوط. يعني بنعرف طبعا قد ايه مقسومة هيك بمعادلة 50% 50% دايما التركيز بيكون على النساء، ولكن اليوم رح منركز على العقم. مزبوط. عند الرجال أسبابه وعيلته. رح نركز على العقم عند الرجال لأنه actually كثير زايد العقم عند الرجال، يعني عند النساء كانت معروفة إجمالا كان 50-60% يكون شيء غلط، او ما بدي اقول غلط بس تكون البروبلم شيء عند المراه، وخصوصي باسباب تقدم العمر، اشياء معروفه يعني صارت او ضعف بالبويضات والاشياء. ما كان في تركيز قوي عند العقم عند الرجال لانه ما كان كثير شغله مثل اذا بدك شائعه او كانت مثل تابو، كان الرجل ما يقبل على حاله انه يكون هو ببروبلم كانه مس برجليته يعني. مزبوط 100%. بس اللي عم بيصير ريسنتلي باخر اربع ديكيدز يعني اخر 40 سنه، فحوصات البذري عند الرجال بتفلجي ضعف زايد الضعف اكثر من 50%. سو فينا نقول نحن من 40 سنه لليوم انه الرجال عندهم اقل خصوبه 50% عن ما كانوا من 40 سنه لورا. معناتها هون بخلينا نسال عن مزبوط. طريقه الحياه، صح. عن الاشياء المودرن، عن التكنولوجيا. مزبوط. يمكن ما بعرف. مزبوط. المشكله بهيدا انه في بروجكشنز وفي ستاديز لبعدين بتفرجي انه هالدروب او الانخفاض اللي عم بيصير ما انه مبين انه راح يتوقف، فمبين انه بعده مكمل. ففي كمان فيري انترستينج، في مقالات فيري انترستينج طالعه انه ممكن نوصل لمحل عن انقراض الجنس البشري لانه الميلز راح يصيروا بالنهايه كومبليتلي انفرتايل، ما يقدروا ابدا يجيبوا اولاد. بس ليه؟ في اسباب كثير كثير للعقم. هلا معظم الاشياء المعروفه، في اشياء خاصه بالهرمونات، في اشياء خاصه بغده الراس، اذا في ضعف بالبيتويتري جلاندز بخلوا ما يفرزوا هرمونات الكافيه لحتى يصير في تصنيع بذري عند الرجل، وهذا كله له فحوصات. في اشياء خاصه بأوبستراكشن، او يعني لما يطلع السائل المنوي ما بيكون بيحتوي على بذري بقلبه، وهيدا له حلول ببين انه في شيء اسمه ريتروجريد ايجاكوليشن او القذف بالمقلوب اذا بدك، بدل ما يطلع البذره لبرا بتفوت بقلب المبوله. فهو اللي بنقدر نلاقي لهم حل، بنسحب من البول البذره وبنعمل فيهم اي في اف او تلقيح او بس كانه يعني عم تكون العلاجات هي بس بالتلقيح الاصطناعي. معظم العلاجات مش عم نعالج المشكله من اساسها، يعني لانه ما بنقدر نعالج المشكله من اساسها، لانه المشكله من اساسها صعبه تنعرف، واغلب الاحيان ما بتنعرف شو هي. الاشياء اللي بنعرفها يعني الاشياء الاسباب الطبيه، اذا حدا عنده سكري ممكن يسبب بهالشيء، اذا حدا عنده ضعف بالغده ممكن يسبب بهالشيء، في امراض جينيه بتسبب بهالشيء مثل مثلا كلاين فلتر سيندروم، بيبقى حدا مثلا كثير طويل ورفيع ببين انه عنده مشكله بالكروموزومز، هيدا بسبب كمان انفرتيليتي. في كثير من هالاشياء عندها حلول، حتى اذا الشخص ما بيقدر يعمل بذري او يطلع بذري اللي ببين على فحص البذري، نقدر نستخرج البذري يا من التستيكلز اتسلف، يعني من البويضه اتسلف. ففي حلول متوفره لهالاشياء هي. للأسف رح نحكي عفوا عن الحلول. بتحب ذكر المشاهدين إذا بحبوا بيريدوا يتصلوا فينا على 0464، حتى لو بيتركوا اسمهم غير معروف نحن عم نتلقى اتصالاتكم مباشرة على الهواء. موضوع خطير يعني بخوف. مزبوط. والسؤال هو ليه بعدنا، أو ليه بعد المشكلة رح بتتفاقم مع السنين؟ المشكلة خليني أسأل سؤال حكيم عن كل الوسائل التكنولوجية. صح. اليوم هل ممكن يكون عندها تأثير بهالذبذبات يلي عم تطلع؟ في كتير ستاديز انعملوا على هالموضوع. في ستاديز بهارفرد اكشلي، وبين انه اذا بنحط السلفون مثلا بالجيبة ممكن هيدا يسبب لضعف بالبذرة، لانه بسبب الالكتروماجنتيك ويفز اللي بينتجها وبسبب الحرارة اللي بينتجها السلفون. فممكن بيقول انه تفادوا حطوا السلفون بالجيبة الإدمانية او شيء او بمكان قريب. صح. الهيتد كار سيتس مثلا، نقعد بالسياره في الكار سيتس عندهم هيتنج بقلبهم، فاللي عنده هالصفه كمان في ستادي انعمل بجابان اكشلي بين انه ممكن هيدا كمان يسبب لضعف بالبذره. في كثير اشياء مش هيك ما فينا نوقفها لانه اشياء بنعتمد عليها يوميا. مثلا بهارفرد طلع ستادي عن النوم فور اكزامبل، بين انه الرجال بيناموا اقل من 6 ساعات او اقل من 7 ساعات ممكن يكون في ضعف بالبذره. بنفس الوقت بنفس ستادي بين اذا بتنامي اكثر من 9 ساعات كمان بيكون في ضعف بالبذره.
فما في واحد يربح يعني ما بدي نام قليل إلا إذا بده يكون عن جد هيك في دراسة على نمط الحياة يعني تكون كتير مدروسة صحية. في كتير عوامل pollution environment خصوصي يعني يمكن عندنا منا أحسن example بس البوليوشن والتلوث بيسبب ضعف بالبذره. الكحول، الدخان، المخدرات. الكحول بين انه بخفف ولكن الكحول شوي ريفرسبل يعني اذا واحد كان بيشرب الكحول وقف بروبابلي بترجع البذره عنده نورمال ليفل. في شغله جديده عم نشوفها باخر سنين ما كانت كثير قبل موجوده هي الريلاينج على السبورت سبلمنتس. في كثير شباب بيعملوا جيم وبادي بيلدينج بياخذوا من كرياتين لبروتين ل لكازين لتستوستيرون لجروث هرمون لكتير اشياء. بعد ما نعمل ريلي ستاديز على معظم هول السبلمنتس واغلبيتهم هول منهم اف دي اي ابروفد من عدا التستوستيرون اتسلف معروف اذا واحد بياخد تستوستيرون او اكشوال انابوليك ستيرويدز بخف حجم البويضه مش بس البذره اللي بتطلع وممكن يصير واحد عنده زيرو كومبليتلي زيرو سبرم. بس السبلمنتس البقوي ما فيهم كثير دراسه على هالموضوع بالذات ولكن ممكن حسب ما عم بيبين والترند انه ممكن any of these supplements يسبب بهالاشياء هيدي. فلهذا السبب actually انا بشوف كثير شباب يعني بنكون عم نعمل رياضه من جهه لحتى نفيد صحتنا وعم نضرها بهال لانه عم ناخذ الكيميائيه اللي عم ناخذ supplements وخصوصي عم ناخذها بدون رقابه. هلا اذا واحد اخذها بشكل مراقب وانا كثير بشوف هيك شباب خصهم بهالموضوع بنراقبهم نعمل فحص بذري كل فتره وفتره اذا بين في any problem او عم بيصير في trending او decrease باني ايشو نقدر نتفادى هالموضوع يا نوقف يا اذا واحد مش حابب يوقف انه ناوي هي هوايته او الكارير تبعيته نقدر نجمد السبرم سو بنقدر نعمل سبرم فريزنج او تجميد البذره وبيبقى مجمدين لالاف السنين اذا بدنا نجمدهم لطالما عم نحط لهم ليكويد نيتروجين فممكن نستخدمهم بعدين وبين ما في فرق بين اذا البذره فريش او بذره فروزن كثير بالنسبه للبيبي يعني ما بتسبب سلبا على البيبي او على نمو البيبي او شيء من هالنوع فهولي بريكوشنز ممكن نحن ناخذهم. ما بعرف قد ايه بالاسباب ممكن كمان نعد الادويه المهدئه للاعصاب او الادويه اللي بتعالج مشاكل نفسيه معينه في اليوم كمان بنسمع هيك هالاصداء قد ايه حقيقتهم علميه في مش ريلي كثير ما في كثير دايركت كورليشن بين هالاشياء وبين السايكياتريك اذا بدك ميديكيشنز ونوعيه السبرم في بياثروا اكثر على امكانيه المجامعة أو رغبة بيأثروا على الرغبة من هالناحية ما بيصير واحد عنده production بينما إذا أخذنا السامبل منه إجمالا ما كتير بيبين في فرق بهالناحية هاي مثلا recently the World Health Organization غيروا المعايير إنه شو كيف نصنف أي بذرة طبيعي وأي مش طبيعية مثلا so أنت الواحد الشاب بحاجة للconcentration تبع البذرة يكون فوق 15 مليون بالملي ويكون الشكل الطبيعي كان قبل نقول انه 50% لازم يكون شكله طبيعي هلا نزلوا الكرايتيريا ل 4% أوف. مثلا ليش نزلت ل 4% عندهم 15 هو اللي من 2010 لحتى نقول لهالاشخاص يلي عندهم اقل من 4% نورمال ببين على فحص البذر انه انتم على الاغلب بحاجه لزرع لاي في اف يعني ما رح تقدروا لحالكم تجيبوا بيبي بحاجه لاي في اف قريب على فوق 90% انتم ريلي بحاجه لاي في اف فهول تنزلوا الكريتيريا حتى نقدر نصنف مين عن جد بحاجة ومين ممكن ما يكون بحاجة فهمت عليك ف يعني بين الأربعة والخمسين بالمية بيتركوا الأمور على الطبيعة لأنه تغيرت ما بنتركها على الطبيعة بنتركها حسب الديوريشن أكتر سو نحن وبتراقبوا كابل عادي كابل إذا صغار إذا المرأة تحت 35 بنقرر ننطر عليهم سنة زمان سنه مع مجامعه ومحاوله انه يجيبوا بيبي هلا في ناس بيكونوا سنه سوا بس مش عم بيجربوا بس انه سنه تجربه اذا المره تحت ال 35 بنسمح 12 شهر اذا المره فوق ال 35 بنصير ما هالقد نعطي مجال يمكن نعطي 6 اشهر لحتى ما يسبقون الوقت اذا حدا قريب على ال 40 يمكن نعطي 3 اشهر لانه في كثير شغله الناس ما بيفهموها انه او تفكير غلط بيفكروا انه لطالما وحده عم تجيها البيريود او الدوره فيها تجيب بيبي اللي هو ابدا مش مزبوط سو من عمر فوق من عمر فوق ال 38 بصير صعب فوق ال 41 بصير almost impossible يعني فوق ال 41 بصير بحاجه ل اي في اف حتى مع الاي في اف بتصير صعب كثير وعمر الرجل بياثر عمر الرجل بين انه ما كثير بياثر لانه ما بينخفض البذره مع السنين مثل ما بتنخفض نوعيه البويضه مع السنين فممكن بالسنه تنخفض الكواليتي تبع البذره 1% او 0.8 ل 2% منه رقم كثير كبير
ولكن اللي عم بيصير مش انه هالشخص نحن عم نعطي الهم انه ينزل البذره عنده كاب بوبوليشن على الكره الارضيه از هول. الرجال عم بيصيروا اقل واقل خصوبه وما عم ببين في تريندينج داون. هلا لحتى لقي سوليوشن لهالشيء كيف مثلا انه في اشي ما بنحكي عنها بالساينس يعني بس الناس بيكونوا ما كثير واعيين عليها انه مثلا مثبت علميا انه بالنهايه مثلا الكره الارضيه بدها تبطل موجوده فور اكزامبل سو منجرب نخترع اشياء وتكنولوجيز لتخلينا نسافر يمكن ونعيش على غير محلات مثل ما كثير كومبانيز بيعملوا هلا في النازا او ايلون ماسك او الى اخره نفس الشيء بالبذره ف يعني بنستبق البريدكشن لهالشيء هيدا وعارفين انه هيك رح يصير عم بيصير في شغل على هالموضوع. اجدد الاشياء اللي صارت هن اثنين تكنولوجيز هول رح يكونوا الفيوتشر تبع الريبرودكشن عند الناس من هون ل 15 سنه يلي هي شيء اسمه اي في جي او ان فيترو جاميتوجينيسيس يعني بنقدر نحن صار وهيدي موجوده صاروا فينا نعملها على المايس على بالاكسبيرمنتال ستيجز ظابطه على الفيران وهالاشياء وراح تبلش على الاشخاص بنقدر ناخذ خليه من السكين من الجلد او من قلب التم من الميوكوزا ونحولها لخليه لبذره او نحولها لبويضه اوكي ومن هنيك نعمل فيها الاي في اف ما بتعود وحده اذا وحده ما عندها بويضات او واحد ما عنده بذره او وحده مش ضروري بقى حتى تعمل اي في اف بقى تاخذ أدوية وتعمل بويضات نقدر ناخذ خلية من السكن نحولها لخلية بويضة ونعمل فيها نعمل فيها يعني so there are ways now تتعمليها to change السكن سيلز لأن هني فيهم كتير ستيم سيلز and stuff وتغيريهم لجاميتس لكن اللي موجودين بالجلد فقط هالخلايا الموجودين هذا بيجربوا أكتر شيء على السكن سيلز لأن السكن سيلز بيعملوا كتير regeneration so الخلايا السكن والميوكوزا أكثر استديز عليهم هول وإلا many years عم بتصير بس هلا actually وصلوا لمحل إنه تقدر تنعمل so بنقدر نحولهم لبويضة بنقدر نحولهم لبذرة بلشوا يتنفذوا أو أيمتى بلشوا يتنفذوا على الأنيمالز وصار في خلقوا أنيمالز من وراء هالبروسس هيدي وذير فاين يعني فراح تبلش هالإكسبيرمنتس على أشخاص والفكرة إنه the projection إنه من بعد 5 سنين راح تصير موجودة عند الأشخاص عند الهيومنز بس لتتطبق يمكن تاخذ another 10 years من بعد هالخمس سنين لانه مثل ما تخيل فيها كثير اشياء اثيكال فيها كثير مشاكل اثيكال وكثير يعني منا شغله هينه اذا بدك تفكري فيها لبعيد فيك تقولي انه اوكي انا مني لانه انا زلمه بقدر اخذ سكن مني اعمل منه اجز واعمل منه سبيرم يعني من الرجل بنقدر كمان نحولهم لبويضات مش ضروري مرأة ورجل 100% لبذرة الرجل مزبوط سو بيسكلي المرأة إذا عندها رحم فيها تاخذ منها سكن سيلز وتعمل جنين منها ما بدنا بحاجة ما بدنا نسمع هيك ففي في فيري انترستينج بوك طالع انه بيقول بيحكي عن الاند اوف سكس ان هيومن ريبرودكشن سو منك بقى بحاجة ل عم نحكي من هلا لمدة كم سنة لقدام حكي بعد 5 سنين لقدام رح يبين هول انه بيمشوا على الناس بس لا يتطبقوا راح تكون صعب أكيد راح يبلش تطبيقهم على أشخاص مثلاً وحدة ما بتعمل بويضات أو شخص ما بيعمل بزيت على حالات طبية مستعصية خلينا مزبوط بس إذا واحد بده يتمادى فيها مثلاً تزبط مثلاً ببلاد برا مثل ما بتعرفي في كتير ناس مثلاً same sex couples رجالين أو إلهم حق يتجوزوا هيك بدهم بيبي عادة يا بيتبنوا يا بياخدوا بزري أو بياخدوا بويضة من حدا وبيجيبوا هني بيبي هلا بيصير فيهم هني ياخدوا سكن وسكن ويعمل اكس سبيرم يجيبوا بيبي من الكابل أو الشخص اللي ما بده يتزوج ابدا بيكون بيفتشوا عاده so على في كثير امبليكيشنز للمستقبل بس الهدف انه ما نوصل لمحل مثل انه يخلص او ينتهي لان ما مبين في شيء بنقدر نعمله لنوقف البذره من الانخفاض نعم خلينا ناخذ اتصال حكيم الو مرحبا يا هلا تفضلي بدي اسال الدكتور بس انا عندي بيبي صار عمره 4 سنين وصار يعني ما عملت وصفة ابدا لمده من اول ما خلق يعني الدبل ولحد هلا ما فيش خمس طلبوا لي فحص الانتي سبيرم طلع في انتي او بلس فبدي اعرف شو هي المشكله انه هي بتعمل انفيرتيليتي ولا شيء وشو الحل شكرا لاتصالك انا دورتي طبيعيه الاوفيوليشن بوقتها نعم. والإباضة منيحة وحجمها والسبرم عند الزلمة كمان منيح والموتيليتي بس هو مرة عمل التهابات وايد بلاست بعلمين نعم.
والليكويفاكشن تايم كانت اكثر من ساعتين، بس عالجناها بالكسور على 3 أشهر ومش الحال. شكرا لاتصالك. وسبقت السيده سؤال كنت حابه اطرحه عليك، هالالتهابات الامراض المنتقله جنسيا، العلاقات الجنسيه يمكن كله بياثر على ما بعرف قد ايه بتاثر قبل الزواج او قبل سو اذا واحد عامل بزمانه التهاب حتى من زمان، اذا عامل التهاب بالبويضه او عامل فاريكوسيل اللي هو فاريز بالبويضه، او عنده في كثير اشياء STDs sexually transmitted diseases، بتقدر تقضي على السبيرم كاونت او تخفف السبيرم كاونت او تعمل واحد كومبليتلي انفيرتايل. يس اتس بوسيبل. في ناس بيفكروا انه الزلمه بيفكر انا كان عندي ولد جبت ولد يعني ما بني شيء، اللي هو مش مزبوط. ممكن من سنه لسنه واحد كومبليتلي يتغير السبيرم. كثير مهم شغله قالته المدام انه عمل فحص بذري وطلع نورمال، ذكرت الموتيليتي. كثير ناس بيركزوا على الموتيليتي اللي هي اذا السبيرم بيقدر يمشي مزبوط، الحركه والارقام يلي هو منه اكبر كرايتيريا بقى لحتى نقدر نصنف اذا الرجل عنده انفيرتيليتي او لا. اذا هي عم تعمل اوفيوليشن عادي وماشي الحال، يعني موست لايكلي عم تعمل ايجز، ما في حدا بيعمل بيجي بيريد اذا مش عم يعمل اوفيوليشن. سو اذا في بيريد في اوفيوليشن، بس ما عرفنا قديش عمرها المدام، فمع العمر ممكن هالاشياء تاثر. ولكن الفحص البذري مهم ينعرف، لازم ينعمل بمختبر عم يتبع الكرايتيريا الجديده للمورفولوجي اللي هو الشيب اللي حكينا عنه تبع ال 4%. إذا بعدنا على الكريتيريا القديمة كثير منقفي حالات من العقم عند الرجل. الأمراض ممكن تخلي هالشخص يصير عنده عقم على طول، يعني ما في رجوع من هالموضوع. إذا في انفكشن مش معالج ابيديمايتس أور سمثينغ، أو في انفكشنز كمان لو تعالجوا خلص ما بيعودوا، بيكونوا أثروا أوريدي. سو في انفكشنز بتأثر بيرمننتلي، وفي سكشولي ترانسميتد ديزيزز بتأثر بيرمننتلي وما إلى علاج، ما إلى في اشياء ما بتبين مزبوط بالفحوصات. مزبوط، لانه في شغله اكثر شيء عندنا يلا يبين هو فحص البذره، ولكن منه هيدا ستيل 100%. شو يعني؟ يعني في ناس عندهم فحص بذره بيكون اذا بتعملي له بيطلع اقل من طبيعي بس بيقدروا يجيبوا اولاد، وفي ناس رجال تبين انه عندهم فحص بذره نورمال وستيل ما بيقدروا يجيبوا اولاد لسبب ثاني مش معروف. فعملك في كتير اشياء مش معروفه، بس اضبط شيء عندنا واكثر شيء بنقدر نتقرب له بالنسبه للرجل، لان كان دائما التركيز على المراه، هلا عم بيصير اكثر شوي عند الرجل. بالنسبه للرجل هو هالفحص البذري هيدا. دكتور لما بنوصل لحلول وعلاجات وامور بالجينات هالقد متطوره، كيف اليوم بعد بنقدر نقول انه ما عرفنا السبب؟ قد ايه السبب ممكن يكون مش رح نقول مفتعل، ولكن قد ايه السبب ممكن يكون كمان موجود يوميا، ان كان باكلنا، ان كان بشربنا، ان كان بهالمواد اللي عم تنحط يمكن بالطعام وغيره، وبنقدر نغيرها ويمكن عم تتخبى لحتى ما يكون في ضرر اقتصادي. ونحن بنعرف اليوم قد ايه الطب كمان معلق بالاقتصاد يعني. صح، بس مش قصه انه عم تتخبى، بس لاعطيك اكزامبل، واحد بيكون عنده حساسيه بيروح يعمل الرجي تيست مش عارف على شو عنده حساسيه، كل يوم بحكوا جلده من شغله، كل يوم انت ان كونتاكت مع شيء 1000 شغله. للطريقه الوحيده تعرفي هنك انك بدك تسحبي هالشيء من حياتك اليوميه لتشوفي اذا عم بياثر او لا. مزبوط. سو تخيلي عندك كل يوم رجال ان كونتاكت مع مليونز اوف ثينجز، يعني من الاكل للشرب للبوليوشن للهيت للسياره للبوكسر شورتس او مش بوكسر شورتس للهيتد كار سيتس او لا، بياكل صويا كثير او ما بياكل صويا، كل هول اللي باين انه بيعملوا تاثير، كثره الملح، قله الملح، يعني في اشياء اذا قليل او اذا كثير منها عم ببين انه بتاثر. طيب ما في امور بنقدر نعملها، مش رح اقول الوقايه لانه ما بنقدر نتفادى كل هول، انما لتقويه خلينا نقول البذره عند الرجل من لما بيكون هالشاب بالمراهقه او اكثر شوي او لما ببلش علاقاته. نوت ريلي، ما كثير، يعني الشيء الوحيد فينا نعمله نوع اكل معين، دواء معين، فيتامينات معينه. الشيء الوحيد عم جرب انقذ الجنس البشري، ما رح تزبط معك اليوم، بس اكثر شيء يعني يو كان دو هو مثلا انتي اوكسيدنتس. بين اذا حدا عنده بروبلمز بالسبرم دي ان اي فراجمنتيشن وبياخذ انتي اوكسيدنتس ممكن يصير احسن، يلي هن معظم اذا بتشوفي بالصيدليه بتلاقي كثير انه هذا الدواء بيقوي البذره. سو هول بيشتغلوا على انتي اوكسيدنتس موست اوف ذا تايم،
وخصهم بس بالدي ان اي فراجمنتيشن، ما راح يزيدوا الرقم كثير، ما راح يزيدوا الكواليتي كثير، بس اذا في هالمشكله ممكن يساعدوا شوي صغيره. واغلبيه الاحيان ما بيكون كافي يساعدوا لحالهم ساينتفكلي انه يجي بيبي، حتى لو ارتفعوا شوي الارقام على الفحص منه كافي انه واحد يتفادى. هل هالشيء بيتكون عند الطفل؟ هل من لما بيكون الولد عند الطفل بده يكون عم ياخذ هالحليب الفورمولا او غيره، ممكن هالامور تبلش من هالقد عمر صغير او بعمر المراهقه؟ هلا ممكن فوق، لانه مش ما بعلمي انه في اكشوال ستدي على اذا مثلا على البيبي فورمولا، ما فيك تعمل ستدي على كل شيء انت بتاخذيه بحياتك. يعني يقول بس التاثير على العقم او على البذره ممكن يبلش عن عمر هالقد صغير من لما بيتكون الصبي او للمراهقه. اغلبيه الاحيان اذا بده يبين شيء صغير على بيبي خلقان بده يكون شيء جينيتيك، سو بده يكون ورثانه او خلقان، وفي اشياء وراثيه بتؤدي لضعف بالعقم، في جينز وهن معظمهم جينيه بيؤدوا لضعف بالعقم. دكتور رامي حلو، نحن رح نضطر ننهي هالحلقه فعلا شيقه اليوم اكيد طبعا، ومنتابع مع كل التطورات الجديده. اهلا وسهلا فيك دكتور رامي حلو، وقفه ومنرجع.